السلام عليكم. عدنا فترة ما حكيناش على أخبار المنتخب التونسي بما أنه لاعبين الدوليين ما رجعوش وما شاركوش مع أنديتهم. توا رجعوا بشوية بشوية، نرجع بحول الله نحكيوا على آخر أخبار المنتخب التونسي. البداية بحنا بعل المجبري اللي كان اليوم أساسي مع فريقه مانشستر يونايتد، فريقه اللي انهزم هدف لصفر أمام الفريق النرويجي. بالنسبة لحنا بعل كان أساسي، لعب شوت، معناها شوت لعبوا كله شبان، مانيش نحكي على فريق الأول، كان حنا بعل معاهم في التشكيلة الأساسية. نحكيه على ملعبية شبان من شبان مانشستر يونايتد، ملعبية باش يمشيوا على سبيل إعارة، تلموا الكل معاهم حنا بعل المجبري. المقابلة الشوط الأول انتهت 0-0. حنا بعل خاض شوت تحصل على معدل 6.3، أداء متوسط، أقل شوية من متوسط اليوم ضد الفريق كما قلنا النرويجي. ميهمش برشا الأداء اللي قدمه اليوم حنا بعل المجبري، بقدر ما يهم أنه حنا بعل يختار الفريق الصحيح. شفنا وقت اللي كانت أموره الرو فيها احنا، ولا بد مع مانشستر يونايتد قبل ما ينتقل لسبيل إعارة الفريق إشبيليا، كنا نشوفه الوضعية متاعه وضعية ولا بد يلزم يحسنها. ورينا وشفنا أنه بانتقاله الفريق إشبيليا المستوى متاعه والوضعية متاعه باش تزيد تتحسن أكثر. فما رأنا أنه مقارنة بالوضعية اللي كان فيها في مانشستر يونايتد عبارة كان في الجنة وتنحى ومشى للنار. بطبيعة لهنا نحكيه على فريق إشبيليا باش نعرفوا قيمة الاختيار. اختيار حنا بعل كان فاشل. شفنا الوضعية اللي وصل لها حاليا اللاعب كيف نفس الشيء. حنا بعل تحب ولا تكره ما عادش عنده بلاصة في مانشستر يونايتد. حنا بعل تحب ولا تكره يلزمه ينتقل لفريق آخر، وأهم شيء يلزمه يلعب. ما يهمش والله العظيم، لا يهم الفريق اللي يمشي له انتقال نهائي ولا على سبيل الإعارة، هذا الكل ما يهمش. اللي يهم انه حنا بعل ياخذ الوقت ويلعب كأساسي في درجة ثانية الإنجليزية، في درجة ثانية فرنسية، في درجة ثانية ما نعرفش شنو. المهم حنا بعل مجبري يلزم يشارك مع فريق ويكون أساسي. شفناه مع فريق برمنغهام وقت اللي كان أساسي، وين وصل مستوى حنا بعل وشنية وصل قدم في المنتخب التونسي. لذا مرة أخرى نقولها، مهمش الأداء اللي قدم اليوم حنا بعل بقدر الفريق اللي باش ينتقله في الميركاتو الحالي. لهنا بطبيعة نحكيه على الميركاتو الصيفي، حظ موفق الحنا بعل المجبري. نجيو لعلي يوسف. علي يوسف مع فريقه هاكم في الدوري السويدي قاعد يقدم في مستوى كبير برشا. نحكيه على مهاجم عمره 23 سنة في زوز مقابلات رسمية في الدوري السويدي، مسجل زوز أهداف ومقدم تمريرة حاسمة، وقبلها مقابلة ودية كيف سجل هدف وأهداف بصراحة. نتاع ملاعبي عنده صنعة كبيرة برشا. نحكيه على لاعب رواق قاعد يسجل فيه أهداف. نحكيه على لاعب قادر يلعب ورا لاتاكون، وإحنا عدنا مشكلة كبيرة برشا في خط الهجوم. ما على فوزي البنزرتي إلا ويقدم العلي يوسف، يقدم له الدعوة ويعطيه الفرصة متاعه، ويلزم يعطيه الفرصة متاعه على خاطر الملاعبين المتواجدين حاليا في المنتخب التونسي المستوى متاعهم أقل برشا من مستوى علي يوسف، مع هذا قاعدين ياخذوا في فرصة كبيرة برشا. المنتخب ماهوش يحكر عليهم، المنتخب كل لاعب قادر يقدم فيها الإضافة يلزم يكون موجود في قائمة المنتخب ويلزم ياخذ الفرصة متاعه. وعلي يوسف من بين الملاعبين هذوما اللي يلزم يكونوا موجودين في المنتخب، واللي يلزم في القريب العاجل ياخذوا الفرصة متاعهم. ولهنا نحكيو على التربص القادم، تربص شهر سبتمبر اللي فيها زوز مقابلات مؤهلين لكأس أفريقيا. تحب ولا تكره المستوى متاع المنتخب التونسي يخول علي يوسف اللي انه يلعب في زوز مقابلات هذوما، لانه تحبوا لا تكره عباره نحكيوا على مقابلات وديه، عاد على تصفيات كاس افريقيا والمنتخب ما يطرحش او ما يترشح سامحوني على الدنيا السلام. ونختموا بزوز ملاعبيه في البوندسليغا في الصفحه الرسميه على الفيسبوك يهبط ارتيكل على لاعبنا الدولي الياس الصخيري، وللاسف الشديد يهبط في نفس الارتيكل على عيسى العيدوني اللي انتقل للدوري القطري. الصفحة الرسمية للبوندسليغا تحكي على أكثر ملاعبية في البوندسليغا قطعا للمسافات. في المرتبة الأولى يأتي لاعبنا الدولي الياس الصخيري ب 306
فاصل 7 كيلومتر، يعني نحكيه على المقابلات الكل اللي خاضها في الدوري الألماني. في المرتبة الثانية اللاعب الجزائري في رأس الشاي ب 251 كيلومتر خاض 28 مقابلة. حيدرا في المرتبة الثالثة 21 مقابلة 191.3 كيلومتر. وفي المرتبة الرابعة كيف كيف لعبنا الدولي لاعب وسط الميدان عيسى العيدوني من 23 مقابلة 147.5 كيلومتر. يعني إلياس السخيري أكثر لاعب قطعا للمسافات، باش نعرفوا قيمة الملاعب هذا في كل فريق وقيمة اللاعب هذا في المنتخب التونسي، بالرغم أنه الفترة الأخيرة المستوى متاعه كان متذبذب، ماهوش إلياس السخيري اللي عرفناه، لكن النوعية هذه متاع الملاعبية بحول الله يرجع للمستوى متاعه. لكن للأسف الشديد فيما يخص عيسى العيدوني، يعني أكثر رابع لاعب قطعا للمسافات في البوندسليغا، ملاعبي عمره 27-28 سنة، ومن بعد نلقاوه في الدوري القطري. هذه ضربة مؤلمة للاعب وضربة مؤلمة للمنتخب التونسي وسط ميدان المنتخب. عيسى العيدوني مازال عنده بلاستو متاع 4-5 سنين القدام في المنتخب التونسي بالعقلية متاع اللاعب. صحيح العقلية متاع اللاعب راهي عندها قيمة برشا المستقبل اللاعب، لكن تحب ولا تكره، انت كعيسى العيدوني ماشي للدوري القطري بعقلية احترافية نمشي معك، اما راهو تحب كيف كيف ولا تكره، المستوى متاع الدوري القطري يخليك بالسيف المستوى متاعك ينزل. هذه معروفة في الكرة، يعني ما عندهاش حتى دخل. صحيح العقلية الاحترافية تخلي مستواك من اللي كان باش ينزل 60% تخليك ينزل 50-40%، اما منا ولا منا راهو باش ينزل. باش نعرفوا الكارثة الكبيرة اللي قام بها عيسى العيدوني، مهما كان راه ممكن دخلت فيها رأيه في القضية الفلسطينية، لأنه بعد الكلام اللي قالوا تغير كل شيء 180 درجة. ممكن الفريق يونيون برلين راه مستقبله مش مع عيسى العيدوني، راه أنه مستقبل وسط الميدان متاعه مش مع عيسى العيدوني، وليزوفر هذوما والمبلغ الكبير اللي قاع على خاطر ثم أندية من الدوري التركي وثم أندية من الدوري الفرنسي حبت على عيسى العيدوني، لكن المبلغ اللي أعطاه الفريق القطري أكبر برشا من المبالغ الأخرى. الفريق يونيون برلين ما يهموش في مستقبل عيسى العيدوني، اللي يهمه مستقبل فريقه. يعني يقول لك أنا كي نلقى اللي يعطيني أكثر في اللعب نبيعه. أعطاه جماعة الخليج، برخوي يا ربي معاك. حاليا عيسى في الخليج مانيش عارفين المستوى باش يظهر به، لعل وعسى يلعبوا بانتظام المستوى نتاعو يتحسن ويترجم في المنتخب التونسي للافضل، لانه نحبه ولا نكرهه وسط ميدان المنتخب بالفتره الاخيره ماهوش هو. نحكيه على وسط ميدان متكون من عيسى العيدوني، متكون من الياس السخيري، ممكن محمد علي برمضان مستواه زاد تحسن اكثر، لكن يلزم يزيد يتحسن اكثر باش المستوى نتاعو يخوله انه يكون لاعب ركيزه من ركائز المنتخب في التظاهرات الكبيره. انت تجيني في مقابله حلوق وتعدي لي مقابله محترمه وفي الصحيح ما نلقاكش، بطبيعه ما حشيش بيك في النوعيه هذه نتاع المقابلات. اللي حشي بيك في المقابلات الكبيره، وشفنا عيسى العيدوني في المقابلات الكبيره هو والياس السخيري، على خاطر وقت اللي انهزمنا 5-1 ضد المنتخب البرازيلي الملاعبيه الكلها تتنفس بالباي. عيسى العيدوني والياس السخيري يجاريوا في نسق ملاعبيه المنتخب البرازيلي. شفنا عيسى العيدوني كيف كيف ضد المنتخب الفرنسي، شفنا عيسى العيدوني ضد المنتخب الدنماركي. يندرى بعد انتقاله للدوري القطري باش نشوفوا فيرسيون عيسى العيدوني اوروبا، ولا نشوفوا فيرسيون اخرى عيسى العيدوني الخليج. حلقتنا اليوم مفيد. في ختام الحلقة كالعادة البياري ما تبقى كبش يقول لكم حظ موفق للمنتخب التونسي، حظ موفق للاعبين الدوليين في الدوريات الأوروبية وفي الدوري التونسي. تحية تونس، عيش تونس، كل تونس، وسلام.